Lasciare famiglia. Io ho ricato con appunto le acque con i privati, ma non ti volevo fuori. Naam, Assani. Dottor. Assani. عندنا أربع أشياء تخرج من الذكر. البول نجس. وعندنا المني طاهر. فلو جاء مني على الثوب، على السروال، على المكان. هذا ليس بنجس المني طاهر لأنه أصل خلق الإنسان. يعني مني يعني بدي إكمان شكو كنا ما أذا قبل ما لاي مني جو طاهر يعني باكو قبل كنا باكو هنا كنا مني بدي إكمان شكو بيدرا بكرة أو رجيو في لحظة جل نباكو هنا. لكن السنة إذا كان المني على الثوب وإذا كان جاف تحك هكذا. ولو صلى دون أن يحك الصلاة صحيحة طب لا إشكال فيه. وإذا كان رطب لم يجف يرش بالماء، يأخذ ماء هكذا ويرش على المكان اللي فيه المني، رش هكذا يسمى نطح. نعم. यदि त्यो मनी सुकेको छैन भने बरु मनी पानी यस्तै छ कपडामा लाग्छ त्यो ठाउँमा पानी छड्किने हो. نعم، هذا الثاني قلنا الأول البول والثاني المني، قلنا المني طاهر. ماني باكسي. نعم، عندنا الثالث المذي. كسر مذي هو تلقي ماني بندق ولا نسكين سين. ما أنت ما يوم. اسم المذي بس أنت أنا أشرح. لا بس الله يفهمون منها. أنا أقول قل فقط الاسم اسم المذي. طيب مذي كسر كل مذي. المذي هو سائل ليس له لون كالماء. مذي يسو كرة أو بني يستيق تسكو بني بني رمو بين يخرج عند التفكير أو عند التقبيل تو مانشي لي أروكو جمعون غردا تو يوم الله ساورة مانشي تو نسكين تو مانشي بغالي بغالي نجس تو بني ناقض ناقض للوضوء يونسكي بني وضوء بني ساكين تو ماذا تصنع إذا خرج منك يدي يونسكي بني مانشي لكي بغالي تغسل الذكر والخصيتين البيضتين مانشي لي أبنو بالبني دونيو لأن إذا غسل الذكر والبيضتين الخصيتين ينقطع بإذن الله. نعم. يغسل الذكر والخصيتين يعني البيضتين، لأنه إذا غسلهما بإذن الله ينقطع ما يخرج. يعني ما أنت لاحظ الخصيتين راح نذكر يعني أقالي كمان هو يبني بوري. تيو تسبني راح سكين ترى ما أنت باقي. نعم، إذا وقع منه شيء على الثوب على السروال ماذا نصنع؟ يدي تمضي تمضي بني قبل ما لا يبني كذا. تأخذ ما هكذا وترش على المكان اللي نزل فيه وتخرج تصلي لا إشكال بعد أن تتوضأ طبعا قبل ما لاقي دوستي ديما باين دينا قبل ما لاقي باني سلم دينا جسد الناس بولي بني نماز دينا. أما إزالة البول الغائط دم الحيض دم النفاس إذا كان على الثوب ماذا نصنع؟ ترى يدي قبل ما تيسا سب كيساب سا هيسكو كونر لاقي سلم قصير سبا قرنين نرش الماء نرش الماء مع العصر ترش الماء مع العصر. نعم قبل ما نرش فإذا سقط بول على ثوبك على سروالك ترش الماء وتعصر هكذا تخرج تصلي الثوب طاهر الآن أصبح حتى لو بقي أثر الريحة واللون لا يضر. نعم يسوق باني ما يش باني عليه رمالي بسي باني نيجولي بسي تباكون زي كسمة كسبو يعني رم ذكي بني تنا باكون دينه برو باكون